السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكل، اكيد ان شاء الله في احلى اكله. تعالوا نشوف ايه الحكايه بقى النهارده. والله النهارده عندنا اطباق خفيفه جدا وبسيطه. جايب عندي ربع كيلو لحم مفرومه، وجايب عندي نص كيلو بطاطس هعملهم بايركس بصوص الجبنه الشيدر. هنشوف ماشي ازاي واحده واحده. عندي كمان طبق حلو جدا صدور فراخ مشويه لحبيبنا بتوع الدايت مع خضار سوتيه، بس التست بتاع الـ 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 الفراخ المشويه النهارده هيكون غالبا جديد شويه، المعمول بخل التفاح بقى واعشاب وتركيبه حلوه جدا. طيب عندي كمان شاورما فراخ من الصدور والوراك مع خضار طبعا مع عيش تورتيلا، وهعمل لهم كمان صوص توميه يبقى حلو كده وعلى مزاج. وعندي كمان كوبايه عصير حلوه جدا مفيده، كيوي بالليمون والنعناع مع عسل ونحل، ولكن بعد الفاصل. اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم معاكم النهارده على اكلات سريعه وبسيطه وخفيفه. الصيف طبعا يعني مش عايز طبخ قوي، اكيد في طبخ كل يوم، ولكن بنحاول بس على قد ما نقدر ما نقرش في التسبيكات الطواجن الحاجات عشان بس ما نفرهدش في الحر. فالنهارده عاملين اكلات خفيفه جدا. هعمل شاورما النهارده بعيش تورتيلا معاها صوص توميه، نعمله من الاول لحد الاخر مع حضراتكم. والشاورما دي بقى نحط جواها خيار مخلل، بطاطس محمره، هندلعها ان شاء الله. طيب الطبق التاني جايب عندي ربع كيلو لحم مفرومه عادي جدا، هعصجه بتشكيله حلوه من الخضروات، مشروم وكوسه وفلفل الوان وزيتون وجبنه وبتاع، في البطاطس المهروسه بايركس ان شاء الله بسهوله. طبق كمان حلو قوي اللي حابب يعني دايت، واعتقد اليومين دول اكيد كله يعني بيهد شويه بقى، فكله داخل في مرحله الدايت. فاحنا عاملين النهارده بحضراتكم صدور فراخ مشويه تطلع مع خضار مشكل كتير جدا زي ما حضراتكم شايفين، سوتيه بسيط كده، والفراخ دي تبلها تبيله تكون باعشاب مختلفه، ليمون مختلف شويه او قشر الليمون. هنشوف الطبق الاخير او الكوبايه الاخيره. عندي كوبايه عصير مهمه جدا قويه جدا للمناعه، ليمون مع الكيوي مع النعناع بعسل النحل والتلج. انا نفسي اعرف انتوا حاطين التلج من بدري قوي كده ليه؟ طب ما ده هيسيح ده جنب البوتاجاز. طيب خليني احط التلج ده احسن في الفريزر شويه تاني. وتعالوا خش بقى ونشوف هنعمل ايه في البدايه. والله كله ان شاء الله سهل، ولكن تعالوا خش. ممكن في اطباق زي كده اختار الحاجه اللي ممكن تاخد وقت في التسويه. اقول لك لا ليه؟ انا عندي حاجه اهم من التسويه، عندي بسم الله الرحمن الرحيم، عندي التتبيلات. التتبيله من وجهه نظري انا يعني لابد تقعد ساعتين ثلاثه براحتنا لحد بكره لو عايزين. التسويه ان شاء الله هنخلص على طول، ولكن تعالى نبدا الاول بتتبيله الشاورما بطريقه سهله جدا وبسيطه، وننقعها شويه تتنقع شويه وبعد كده نشوف حكايتها ايه. طيب شاورما بسم الله الرحمن الرحيم يعني علبتين زبادي او علبه لبن رايب عادي جدا، ده او ده، معلقه صغيره. وتعالى نحط بقى اللعب والحركات. اول حاجه عندي بسم الله الرحمن الرحيم معلقه ثوم حلوه كده بالزيت بتاعها، تمام تمام. وبعد كده هبدا احط عندي لو متوفر طبعا بهارات الشاورما، بجيب عندي معلقه حلوه كده، حلو، بهارات فراخ برضو، وهدي عندي بابريكا مهمه جدا، تاتش بسيط من الحبهان لو حبينا، حلو، حبه ملح طبعا ونظبط ملحنا، حبينا نزود برضو تمام. حلو الكلام. عندي هنا انا بستخدم بصراحه يعني مع الشاورما الفراخ دايما بديها خل عشان عد اسباعي طبعا مزازه وكل حاجه، ولكن انا هدفي كله بصراحه فكره الزفاره. وبحط دايما هنا، بص كده حسام معايا هنا على الفراخ، شايف الليمون ده؟ شايف الليمون؟ على الخل اهو، شوف هنا احنا بنعمل عمليه تطهير يعني ما فيهاش هزار، شايف المنظر؟ اه بس سيبهم هنا كده قدام عيني لحد ما اخلص حاجتي. طيب وبعدين يا شيف والله اكمل تتبيله. حط طبعا اكيد فلفل اسود، وحط معاها كمان لو حبيت عصره ليمون هنا مع التتبيله غير الخل اللي حطيته الناحيه الثانيه، عصره ليمون اهي كمان واحده، تمام تمام. قبل ما اعمل اي حاجه بقى لازما نتبل حاجتنا كل حاجه، قبل ما نحط اي شيء بقى فراخ لحمه اي ندوب الحاجه تدوب عشان تبقى واخده يعني ايه حقها. مفيش بهارات تكون لسه ما دابتش، التتبيله تكون واضحه قدام حضراتكم كده بمنتهى البساطه. مع الكلام ده اروح مديله ممكن عندي حبه ميه بصل، شوف بقت فكه شويه ازاي، تتبيله بسيطه جدا وسهله. عايز اخليها محمره شويه يا شيف تبقى
بتبقى كده لطيفه. هدي عندي تاتش بابريكا تاني، بابريكا مدخنه، فلفل ارناؤوتي احمر مش شطه، مش شطه عشان بس ايه في بعض الناس بيقول لك شطه يا شيف. لا والله ما شطه. حلو قوي. طيب لحد كده احنا زي الفل. اقول لك تمام التابع. اجيب عندي بص بقى هنا الفراخ بالخل بالليمون بتاعها هينزل كله مع بعض، شايف؟ شكرا. وادي الليمونه كمان تنزل. اجيب عندي اي حاجه اقلب بيها، بسم الله، تبقى الحاجه كده ايه واخده حقها في التتبيله وتتنقع شويه. انا من وجهه نظري لو انا هعمل شاورما زي كده انا هخليها كيلو مش ربع كيلو زي كده. ليه؟ كيلو وهاخد ربع كيلو اشتغل بيه النهارده واسيب الثلاث ارباع على ثلاث اكياس في الفريزر متبلين جاهزين. يوم ما اجي اطلع كده يعني عايز اعمل اكل على السريع اروح ساحب كيس سيبه يفك خالص في الرف وبعد كده ابدا اشتغل بيه عادي جدا يبقى جاهز معايا. كده انا خلصت الشاورما وتتبيلها. حلو الكلام؟ كلام جميل. طيب العيش تورتيلا موجود او اي عيش احنا حابين نمشيها نشوف تفاصيله ماشيه ازاي، ولكن تعالى نخش على اللي بعده ونستفيد بوقت التتبيلات برضه. طيب الفراخ اللي هشتغل بيها دي فراخ مشويه يعني رايحه على سكه الدايت شويه. فهجيب عندي حبه ميه بصل برضه، بسم الله الرحمن الرحيم. وحبه ملح يا فندم. تمام، حبه ملح بسيط كده. تمام، واجي هنا برضو اكون مامن الطاسات بتاعتي، شايف النار؟ ابدا احط عندي طاسه كده واسخن. المهم حاجتي تكون شغاله بحيث لما اجي ابدا اشتغل يبقى ان شاء الله حاجتي تمام التمام. طيب هرجع تاني، حبه ملح بسيط حطينا خلاص، فلفل اسود شويه وبراحتي. دي تتبيله الايه؟ الفراخ. حد يقول لي يا شيف ما تحطش ملح احنا دايت، اقول لك الدايت مش هيبقى دايت لو منعنا ملح خالص. هو الدايت مهم الجسم ياخد نسبه ملح بسيطه وحسب كل واحد وجسمه عامل ازاي، اما الدايت اكتر ناخد بالنا من السكريات اكتر، السكريات هي الاوحش في الدايت او فكره الدايت عامه. يعني لو هناخد بالنا اكتر ناخد بالنا من السكريات، والملح برضه مهم جدا ملوش دعوه بالدايت، لازم ناخد بالنا شويه من فكره الملح، مش عشان انا بعمل تخسيس، لا عامه الملح لازم يكون في المعقول ولا حابب يزود طبعا. تمام. طيب هجيب عندي مضرب خلاص، انا حطيت ملح وفلفل وميه بصل فقط لا غير. ممكن ازود ايه تاني يا شيف؟ احط عندي تاتش توم باودر على بصل باودر لو حبيت، بابريكا لو حبيت برضو ما عنديش مشاكل خالص. هدي عندي بص هنا فص التوم ده بزيت الزيتون بتاعه، واجي بعد الكلام ده كله هجيب عندي حبه زيت على وش التتبيله دي كده وموسع على نفسي، وجايب عندي اي اعشاب قدامي كده شايف دول همشيهم عندي للفراخ معاهم ايه؟ معاهم قشر الليمون ده كمان. يبقى عندي كده في قلب التتبيله في تيست عالي، لما اجي اشوي يبقى الحاجه واخده برده حقها. بص الليمون يتقطع بيه قشره هتفرق جدا والله في التتبيله زي ما هما كده مع بعضيهم فرمة على السريع. ليمون بالاعشاب قلت لحضراتكم فيها تيست هيكون مختلف شويه وتيست هيكون عالي، واقدر كمان ازود اي حاجه انا عايز احطها زي ايه مثلا؟ عندي حبه خل تفاح هتفرق جدا. بص هنا على التتبيله لو حابب احط عندي مثلا زعتر هنا، وراح برضو مقلب مع بقيه او فارم بقى الليمون ومع الروزماري اللي قدامي ده، انزل كده اهو وراح مدوب زي ما اتفقنا حاجتنا الاول كده، واروح عامل ايه بقى؟ جايب عندي الفراخ بكل بساطه، شايف الفراخ عامله ازاي؟ صدر الفراخ ما فيهوش اي حاجه، هروح مشرح من بره، شوف تشريح كده مش بغوط قوي يعني كده والتشريح ده ليه يا شيف؟ شايف المنظر؟ عشان دخل التتبيله جوه، وعشان اشم ريحه حلوه، وعشان اشوف منظر في الاخر شكله جمالي كده. بص المنظر وادي الحته دي كمان تنزل معاها، شايف منظر الفراخ عامل ازاي؟ تتبل بقى كده وتتساب شويه، دي جاهزه على الشوي ان شاء الله يعني. تمام تمام، نرفع بقى كل الحاجات دي كلها ونوسع نفسنا عشان نخش على بعض. اللي بعده ايه بقى؟ اللي بعده لحمه مفرومه تبدا تتعصق. تعصيق اللحمه المفرومه ا ب قبل اي كلام فلفل اسود. بسم الله. ليه يا شيف؟ عشان زي ما احنا متفقين ما نشوحش حاجه على نار سخنه او على طاسه سخنه يعني ويبقى في ريحه مش لطيفه. ملح نخليها معايا تفلفل كده وتخرز. تمام تمام. طب وبعدين بقى تعالى نخش بقى على اللحمه المفرومه هنعملها ازاي؟
بسنة زيت زيتون بسم الله، عليها كمان مكعبين زبدة حلوين، وانزل على طول. بص هنا بعيد على النار، شايف الأعشاب؟ أشم ريحة الزبدة بالأعشاب تفرق جدا والله. شوف، وانزل بالمفروم بسم الله. طب احطها على النار يا شيف شويه، اقول لك لا مش هنحرق الزبده بقى خلاص، احنا خدنا السخونه اللي احنا عايزينها. هفرفل كده واحده واحده، يهدى الزيت بالزبده وارجع تاني على النار اكمل بقيه الصدمه بتاعتي. شكرا، يلا بسم الله، وابدا بقى اهرسها كويس جدا لحد ما تفلفل. لا عشان هتشال في الاخر لوحدها هتشوفوها. هضيف اي حاجه انا عايز احطها عندي في الحشو براحتنا ان شاء الله. ايه الحشو اللي عندك بقى؟ هحط لها سبانخ لو عايز، احط لها مشروم لو عايز، احط لها كوسه لو عايز، فلفل الوان لو عايز، اي خضار انا عايز يعني اشتغل بيه النهارده او اكل اولادي او اكل منه في النص. التعصيجه مش هحس بيه وهحس بالطعم كويس، وهو ده المطلوب. اهو شايف الملامح راحت لفين؟ تمام لحد كده اقول لك تمام وزي الفل. طب وبعدين يا شيف يلا بينا حته لحمه بس هنا ننزلها الاول. حاضر، وهرجع على طول اخش على ايه بقى، احضر طاسه تانية. جومانا هاني، صباح الفل. صباح الفل، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ منور. كله بخير والله، الله يخليك. اسلمي، تحت امرك امر. دايما باكل البيكاتا بره، بيبقى طعمها حلو جدا. بعملها في البيت بتطلع برضو حلو، بس مش نفس الصوص اللي باكله بره. حلو، بيكاتا ايه، لحمه ولا فراخ؟ لا فراخ. فول بكاتا بالكريمه ومشروم، مظبوط؟ مظبوط. حاضر، هقول لك على طريقه تعمليها سهله جدا ان شاء الله. حاضر، ايه تاني؟ بس هي دي مشكلتي. اوامرك امر، حاجه ثانيه؟ لا تسلم ايدك، تحت امرك. حاضر، شكرا جدا ليك يا فندم. افندم؟ ها؟ بلال، صباح الفل يا فندم. صباح الفل يا شيف. اهلا بيك، اهلا بيك يا باشا، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم كله بخير، تسلم. كله 100 100. الحمد لله يا فندم كله بخير. كل سنه طيب. وحضرتك طيب وبخير وصحه وسلامه يا رب. حبيبي يا شيف، تسلم. اخبارك ايه؟ تمام؟ كله تمام 100 100. تحت امرك امرك كده. عندي كبده. ايوه اتفضل، معاك سبعك اتفضل. عندي كبده عايز اعملها مشويه. كبده ايه؟ بتلو ولا كبده ايه بالظبط؟ كبده، الكبده اللي هي بتتعمل اسكندراني. كبده. اوكي تمام، بس القطعه كبير. حلو قوي، امرني. عايز تعملها مشويه؟ عايز اعملها مشويه. حاضر، طيب قول لي تتبيله كده ليها. وجهز كل حاجه؟ طماطم مبشوره عندك؟ اجهز. بصل مبشور عندك؟ ماشي. فص توم؟ تمام. حبه بهارات حلوين؟ حلوين. سنه جوز الطيب؟ ايوه. سنه كمون بسيطه، 10 ليمون في الاخر. اتبل الكبده كويس وعلى الطاسه واشوح تشويحه بنقعه زيت، وفي اخر تشويح احط مكعب زبده وادعي لي. خلاص هجرب كده. ماشي الكلام؟ حبيبي. حبيبي يا سيدي. شكرا يا فندم. ليه قلت زبده؟ هتفرق مع حضرتك وانت في اخر تشويحه تلمع معاك الزبده الكبده، ولو في نازل اي رواسب الزبده هتعمل صوص. اسمعوا مني بس. طيب خليني اخش على التسويات بقى عشان ايه الوقت ما ياخدش ايه اكتر كده، ايه عشان ما اخرش. انا خايف الشاورما يعني، انا عايز تقعد اكتر من كده الصراحه، ولكن الصح والمظبوط تقعد ساعتين ثلاثه عادي جدا، بس انا عشان وقت البرنامج لازم نخش على طول دلوقتي في تسوياتنا ونظبط امورنا ان شاء الله. طيب سايبينها تتنقع وسايبين الفراخ المشويه تتنقع. المتعصر اخباره ايه؟ يلا بينا نبص عليه. خلصان. طب ده ناقصه ايه بقى؟ ناقصه يتبل. ايه التتبيله بتاعتك بقى يا شيف؟ والله اتبله باللي قدامي يعني، مفيش حاجه معينه. بص بقى الفينش، هحط عندي بص كده، ده ايه؟ زيتون من غير ملح، اوكي؟ طب ده ايه؟ ها؟ ده ايه؟ هنا بقى في كوسه اتحطت في النص محدش شافها. عايز احط بقى جزرايه ماشي، عايز احط اي حاجه براحتي خالص. طيب خليني ازود كمان اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، بهارات حلوه كده، سنه ملح بسيطه على اللي حطه الاول. تمام، وبهارات مشكله من عندي. ماشي الكلام، انا شايف ان خلاص كده عسل قوي. ممكن ازود كمان كميه الكوسه عندي زياده برده تاني من غير ما حد ياخد باله او ما حدش. بص بص بص، حد خد باله؟ بص بص بص، فين الكوسه؟ مفيش كوسه، في كوسه؟ مفيش حاجه. هرفع من على النار، وبص بقى منظر اللحمه عامل ازاي. حلو، شكله جميل وزي الفل، صح كده؟
طب بص بقى لما تحط عليه في الفينيش خالص بقى مكعب الزبده الحلو ده. بص ركز معايا اخر تقليبه حلوه. بص بص التلميعه هتحصل ايه. بص اللمعه اه الاعشاب مش عايز يا شيف. اقول لك ارفع يا معلم اهو حالا. شوف التلميعه راحت لفين شكلها هيفتح النفس. خد مني ده كمان بقى ثانيه واحده حبه بقدونس في الاخر في الاخر خالص وراح مقلب. ده حشو ايه بقى يا فندم؟ ده حشو البايركس اللي فيه بطاطس مسلوقه. اه شكرا. واسيبه كده شويه يهوي ونشوف حكايته ايه كمان شويه. طيب نرفع الاعشاب خلاص خدنا الريحه اللي احنا عايزينها مش عايزينها. نوسع نفسنا ونخش على اللي بعد. هبدا احط عندي طاسات تسخن كويس. هجهز عندي مصفى يكون تمام. وهنزل عندي بالشاورما المتبله دي في قلب المصفى ده. واروح عامل ايه؟ مصفي حاجتي كويس جدا. الناحيه الثانيه شغال عندي طاسه سخنه جدا او طاستين سخنين جدا. ليه؟ هسوي الشاورما الفراخ لوحدها وهسوي الخضار بتاع الشاورما لوحده وفي الاخر الاثنين هيتضموا على بعض. بس اظبط تسوياتي عشان ما احرقش الخضار مقارنه بتسويه الفراخ او ما اهدرش حق تسويه الفراخ في تسويه الخضار عشان الخضار ممكن يستوي اسرع من الفراخ فبالتالي الفراخ مش تبقى مستويه وده مش مظبوط. فخلينا ناخد دي لوحدها ودي لوحدها او دي الاول ودي الاول. طاسه حلوه كده من غير اي حاجه خالص. شوف الكلام ده بقى معايا كده. انا عايز حاجه تتلسع مني شويه. بص اللسعه دي بسم الله بالليمون. ايون هخش هرجع لها تاني. عشان كده قلت لحضراتكم الافضل نعمل كيلو عشان التتبيله دي ما تترميش. هي مش هتترمي بس برضو الافضل زي ما قلت لحضراتكم. الناحيه الثانيه تعالى معايا كده يا استاذ حسام معلش على الفرن وسيب دي تتلسع كده زي ما حضراتكم شايفينها اهي. شايفها؟ سيبها مش عايز منها حاجه. هنروح على الفرن. اتفضل. واحنا رايحين على الفرن ناخد معانا الفراخ. تعالى بس معايا. بسم الله. بص انا سايب ايه في الفرن؟ اتفضل. شوف سايب ايه؟ سايب شوايه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شايف الكلام يا باشا؟ شكرا. وادي الحته دي كمان تنزل معاهم وادي الليمونه كمان. سيب الكلام ده كله مع نفسه يعيش حياته وشويه ونرجع له بالتتبيله دي تاني وتالت كمان. يعني شويه كل شويه هخش نسقسق معاه في التتبيله دي. نرجع للشاورما هنا. بص انا رايح فين؟ اه هنا بقى اللسعان اهو بدا يبان. خدت بالك؟ هو ده المطلوب. هعمل حركه احلى واحلى اخد لسعان اكتر واكتر. شوف عشان اخد لون السيخ الشاورما الحلو. بص المرايه راحت لفين؟ الشوي المستمر المطلوب ده على نار سخنه جدا. شايف؟ طيب الخضار اللي عندك. والله كل الخضار اللي عندنا نقدر نشتغله عادي جدا. بصل لطيف، فلفل الوان، احمر اصفر اخضر، خيار مخلل في الاخر خالص، الخس لو هلف بيه في السندوتش في الاخر، ولو هعمل صوص هعمل التوميه برضو عندي من المايونيز وابيض بيض لو حبينا او مايونيز بس وتوم. هنشوف التفاصيل. شوف هنا احنا بنعمل ايه؟ بنسوي الفراخ بقى. هنا بقى التشويح اللي خدنا اللون. هنا بقى هتبدا تجيب ميتها. بص المنظر راح لفين؟ شايف الليمونه دي؟ وريني بقى الخضار الحلو ده وهو بينزل العصاره اللي فيها فيتامين سي والطعم الليمون كله هنا. اكني حاطط قشر الليمون بعد ما عصرت الليمون. هتبقى مره اقول لك ما تقلقش، هتبقى ميزز يا ريت، تبقى ميزز عشان هو ده المطلوب في الحكايه. انا بعمل كده. حلو كده حاضر. وراح اعمل ايه بقى؟ بسم الله. بس مهاني صباح الفل. صباح الفل. الو. ايوه. اهلا بيك يا فندم. صباح الفل. ازي حضرتك؟ اخبارك يا فندم؟ كله بخير؟ الحمد لله تمام. دايما يا فندم ربنا يعزك تحت امرك. اه. تسلم ايدك. الله يخليك. شكرا. انا كنت عايزه اسال حضرتك على المقلوبه. ايوه. كنت عايزه يعني الخطوات بتاعتها كده واحده واحده عشان حاضر. انا أوامرك. ما عملتهاش قبل كده. حاضر. حاجه ثانيه؟ ربنا يبارك لك. تسلم. تحت امرك يا فندم. حاضر. اشكرك. طبعا المقلوبه دي اكله جميله جدا ويشهرها اكتر الصراحه اهلنا وحبايبنا في فلسطين. ويا رب يا رب يشيل الهم والغم على فلسطين يا رب. الفلسطينيين بيعملوا المقلوبه بطريقه حلوه جدا غير بعض الشاميين. هكلم مع حضراتكم على تفاصيلها لان المقلوبه طبعا هي تعتبر عباره عن ايه؟ عن رز، عن بتنجان، عن لحمه، ولكن تختلف مطبخ لمطبخ. المطبخ الفلسطيني بيعملها بطريقه، اللبناني بيعملها بطريقه، السوري او الشامي عامه بيعملها بطريقه. انا هتكلم بطريقه بسيطه جدا وسهله. طيب يا فندم بص المنظر ده عامل ازاي؟ شوف الملامح. بص بص الفراخ راحت فين. طيب هرفع الفراخ دي على جنب. الطاسه اللي اتفقنا عليها دي اللي ملسوعه دي شايفها يا فندم؟ شوف
انزل بصلايه على اللسعه دي، عليها سنه زيت بسيطه. شوف حلو، اجيب معلقه حلوه وهبدا اعمل حاضر يا مالك. صباح الفل. انا شيف. اهلا وسهلا، ازيك يا مالك؟ الحمد لله. اخبارك يا حبيبي، عامل ايه؟ كويس دايما يا حبيبي، امرني. انا ما طلعت معاك قبل كده وكنت مبسوط قوي في الحلقه وعايز اعرف طريقه الكوكيز. يا حبيبي الاول انت جيت لي امتى الحلقه؟ ايه انت جيت لي امتى الحلقه؟ انا مش فاكر بصراحه. مش فاكر؟ جيت عملت مسابقه ولا جيت مع حد؟ لا عملت مسابقه، عملت شاورما. مش عملت شاورما ونجحت ولا سقطت؟ نجحت. برافو. وكان الحلقه حلوه قوي، اتبسطت يعني اليوم ده؟ ايه اتبسطت، كنت مبسوط قوي قوي. طيب نشوفك ان شاء الله تاني باذن الله وهقول لك حاضر على طريقه الكوكيز. حاجه ثانيه؟ عايز اعرف طريقه الكوكيز. حاضر هقول لك. حاضر. حاجه ثانيه؟ لا شكرا. صبح على بابا وماما كتير جدا واخواتك. ماشي حبيبي يا مالك، ربنا يحميك يا حبيبي. حاضر افندم. طيب خليني اقول لك، كنا بنتكلم على المقلوبه الفلسطينيه. المقلوبه بصراحه تمشي باي لحمه، ولكن انا بعملها بطريقه حلوه جدا وهقول لكم على طريقه ممكن نمصلها كمان عشان تبقى سهله مع حضرتك ما تبقاش صعبه. اول حاجه بجيب عندي البتنجان الرومي، بقطعه بالطول وببدا احمره، اسيبه على جنب نص تحميره، والتحميره بتاعت البتنجان لو رشينا الاول حبه ملح عشان يشيل ميته وما يسودش مني بسرعه، احنا بنديله تعفير الدقيق ومحمر، اركن على جنب. المقلوبه اللي هقولها لحضرتك ممكن تجيب نص كيلو لحمه، اي لحمه فيها عظم فيها طعم كويس قوي. خلينا نقول مثلا الريش، مثلا هجيب الريش وهبدا اخدها صدمه وش وظهر بزبده لوحدها مع ملح وفلفل على جنب. يعني الريش الضاني ملح وفلفل، ممكن اتبلها بحبه ميه بصل لو حبيت، اشوحها بزبده او بزيت حسب طبعا اللي عندنا، ولكن هشوحها وش وظهر واسيبها على جنب. هنا الرز بقى، الرز فيه اختراع لطيف جدا وبسيط، ممكن ابدا اخد جزء من التسويه على النار لوحده، بعد كده اقفل كله مع بعض واحده واحده. ايه الجزء اللي ممكن تاخده على التسويه يا شيف؟ والله ممكن اجيب عادي جدا حله عاديه فيها زبده، فيها حبه مستكه، فيها بصلايه، ورق غار، حبايه حبهان، عود قرفه، وابدا رز مصري عادي مش شرط يكون بسمتي لو حابب، وابدا اشتغل بيه عادي جدا نص تسويه. واجيب عندي صينيه واحط الاول في ارضيه الصينيه دي بصل كتير شويه بمعلقه سمنه، ملح وفلفل فص ثوم، وبعد كده ببدا ارص البتنجان داير ما يدور الايه؟ البصل، واجيب عند الريش او اللحمه وابدا احطها في ارضيه الايه؟ البصل في نفس الصينيه، وابدا اجيب عندي كميه الرز اللي فيه ميه من نص تسويه وابدا احطه في قلب الصينيه، واقفل الكلام ده كله بالبتنجان والبصل المحمر، واقفل كويس قوي ووطي النار واقفل بورق الومنيوم واسيبها تستوي عادي. بعد ما اخلص لو عندي اي مكسرات ماشي زي لوز زي زبيب بصل محمر واحطها على الوش وتطلع معايا بمنتهى البساطه بالهنا والشفا. هرجع تاني للخضار. بص الملامح لحد فين؟ ده الشاورما خلصان. بص المنظر كده، انا خدت اللي انا عايزه كله. هرجع بالفراخ. بص بقى هنا بقى التقفيل، ارفع الليمون بقى. خلاص سيبك بقى، خلصنا بقى الفقره دي خالص. هنا الفراخ بص بقت عامله ازاي، شايفها؟ اروح مطعم بقى الدنيا شويه بايه بقى؟ بالخضار الحلو المشوي ده. شكرا كده حضرتك عملت شاورما في البيت في منتهى البساطه، كميه معقوله لطيفه جدا. بص الملامح لحد فين؟ الله اكبر. شوف اعمل منها بقى سندوتشات بقى زي ما انا عايز، عيش تورتيلا، عيش شامي، عيش بلدي، ايا كان احنا واضحين جدا في التفاصيل. شايف المنظر؟ ولا محتاج بقى احط لها بهارات. طب بص الفراخ عامله ازاي، تسويتها عامله ازاي؟ بص كده يا حسين في النص اه، شوف خدت بالك اهي، شوف شوف الخضار ماسك نفسه ازاي، وهو ده المطلوب. طيب لحد كده احنا تمام، اقول لك زي الفل ونحمد ربنا، بس ناقص تاتش حلو كده برضو يعلي التست. زي ايه؟ خد مني دي سنه سماق. حلو التست اللي غير متوقع والله، مكعب زبده الفينش ده. هتقولي لما حد بتحط زبده اقول لك لا، احنا بنحط زبده عشان نعلي التست. خد مني دي كمان في الاخر خالص على الزبده مع السمنه، فص توم فريش، واروح مقلب الكلام ده كله، ارفع من على النار. ركز هنا معايا على الكلام الحلو ده كله، الفينش بتاعي حبه البقدونس، الخيار المخلل. انا خلاص كده قفلت حاجتي كلها وارفع على جنب كده. كده انا اقدر احشي على طول في اي حشو في اي عيش انا شغال بيه عادي جدا، وهعمل لها صوص بس كمان شويه، وعايز ادخل البايركس ده الفرن قبل ما اطلع الفاصل عشان ما اتاخرش حضراتكم. ابص بصه على الفراخ واشوف اخبارها ايه معانا في الفراخ. بص كده بصه معايا حالا بالا بالا،
شوف بسم الله. شايف الملامح معايا يا فندم؟ اقلب على الناحيه الثانيه وما اسكتش. اعمل ايه بقى تاني؟ شوف بقى هنا الوانك اللطيفه دي تروح مع التست بتاعها بايه؟ ببقيه التتبيله، وامسك كده حاجتي واروح مدخل. بص يا فندم على الفرن على طول وسيبها تكمل بقيه تسويتها. طيب هنجيب عندنا بايركس لطيف جدا ونبدا نقفل فيه اللحمه المفرومه دي مع البطاطس البوري. بسم الله. بايركس او طاجن، نجيب عندنا طاسه حلوه، ركز معايا في ده، فص ثوم، ركز هنا مع الزبده السايحه اللي انا هسيحها، ماشي الكلام؟ ارجع بالكلام ده كله، هنسيحها مش هنشوحها، خد بالك من الجمله، هنسيحها مش هنشوحها، يعني المقصود ان انا عايز زبده سايحه عشان احطها في قلب الكريمه اللبنه. هوسع على نفسي واجيب عندي بوله كبيره وابدا اعمل الاول خليط حلو للبطاطس البوريه. سيبك من الجرنش، بطاطس البوري هنشتغل بيها لازم تبقى جوسي شويه وتبقى كمان فيها تيست كده كويس. التيست ده هيجي ازاي؟ هقول لحضراتكم حالا. هنعمل، احنا عملنا حشو تمام التمام، الجبنه الشيدر موجوده، اي جبنه عندنا اقدر اوظفها عادي جدا، ولكن تعال نشوف حكايه الايه؟ الزبده السحر. اهي خدت بالك الزبده دي؟ اهي بتسيح اهي، وارفعها اول ما تدوب. هجيب عندي حبة كريمة لباني هنا، شايفه فندم؟ يعني حبة صغيرة مش كتير. حلو الكلام ده؟ الزبدة سايحة أخبارها إيه؟ ساحت، بص كده يا فندم الزبدة دي، شوف ساحت إزاي؟ أنزل بيها فين؟ على وش الكريمة اللباني بفص الثوم الشياكة ده. هجيب عندي السكليبر أو أي رابر كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل بالكلام ده كله مع بعضه. الله، هنا الكلام هيبدأ يتغير، وابدا اقلب الزبده بالكريمه اللباني مع البطاطس المهروسه. والكريمه اللباني دي فيها ايه؟ وهي والزبده فيها فص ثوم ناعم قوي وريحته حلوه جدا. مع الكلام الحلو ده جربوها، تاتش جوز الطيب. وانا بقلب كده حاجتي هشم ريحه حلوه، شايف ان الامور عندي جوسي لطيفه، البطاطس عندي مش محتاجه مني اي شيء، ان انا بس اقلبها تبقى بطاطس بوري كده زي ما حضراتكم شايفين في منتهى البساطه. شوف منظر عامل ازاي؟ كريمي، وممكن اديها كمان لو عايز سنه كريمه كمان تانية. كل ده كله بيعلي التيست وبيخلي الحاجه طعمها حلو، وبرده بعمل طبق لطيف كده. الاول بس لازم تضرب كويس عشان كله يبقى زي كانها فوم كده، كانها تمام تمام. بايركس لطيف، يلا نص الكميه وهبدأ هسويها كده. المفروم بسم الله، المتعصق جاهز، هبدأ أعمل كده. شايف الكوسة عاملة ازاي؟ شايف الخضار شكله يفتح النفس ازاي؟ كل الحاجات دي كلها موجودة عندنا، بس احنا نحاول نعمل أفكار تكون لطيفة. أنزل بقية البطاطس بتاعتي على وش حبة اللحم المفرومين الحلوين دول، وابدا اساوي اموري بالشكل ده. كده كده احط جبنه لسه في الاخر وهظبط اموري. حاضر، هتخلص ده طلع كويس، بس الاول نساوي عشان بس ايه يعني ما ننساش حاجه. ساوي امورنا، ممكن لو حاسس ان انا عايز ازود تاني بطاطس كنت ممكن اعمل كده، بس انا خلاص انا اشتغلت باللي قدامي. تمام لحد كده؟ تمام وزي الفل. طب وبعدين؟ سوينا كده، هنجيب عندنا الجبنه الشيدر. وابدا هعمل كده، شوف بعمل ايه؟ لسه هساوي الطاجن تاني. باركس ده هساويه تاني. اخر حته بعمل كده. اجيب عندي منديل لطيف والم كل الجوانب دي بالشكل ده.
وهطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل ان شاء الله. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا قبل الفاصل مراجعه سريعه اللي حصل. اكلات خفيفه جدا النهارده، ولكن حبينا بس ايه نظبط الامور اول فاصل، واللي جاي بقى كله خلاص يعني ان شاء الله على هادي. طيب تعال بص بص تعال، اول حاجه عملناها ايه مع حضراتكم؟ فاكرين الفراخ المشويه؟ شايف الملامح راحت لفين؟ سايبينها. تبيناها ازاي؟ ليمون متقطع مفروم مع اعشاب مع توم باودر بصل باودر بحر لطافه، حطينا حاجاتنا كلها وسيبناها تتشوي مع نفسها. البايركس اللي فوق ده بطاطس محروسه محشيه جبنه محشيه عفوا لحمه مفرومه متعصجه، وعلى الوش ده كله جبنه شيدر سايبينها تاخد اللون اللي هي عايزاه. طيب ولا خلاص سيبك منه ماشي. طيب يبقى عملنا احنا طبقين مع حضراتكم بمنتهى البساطه، وفاضل التالت في ايدي اهو. الشاورما عملنا فيها ايه؟ جبنا صدور فراخ مع وراك فراخ مقطعين جوليان، عملنا لهم تتبيله حلوه جدا بعلبه زبادي، فص ثوم، بابريكا، بهارات شاورما، نقعناهم كويس جدا وحبه خل وظبطناهم وركناهم شويه. صفينا من التتبيله ودخلنا على طول على فكره التشويح، وشوحنا الفراخ لوحدها والخضار لوحده. الخضار بقى فلفل الوان زي ما حضراتكم شايفين، شايف الملامح، مع خيار، مع كمان بقدونس، مع بصلايه، وكده احنا ان شاء الله امورنا تمام التمام. طيب عندي توميه عايز اعملها بالمره عشان تخش مع ساندوتش لطيف جدا بمنتهى البساطه، وعندي خضار شوتيه ده للفراخ ان شاء الله كمان شويه، وعندي كمان حبه اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، عصير نعناع بالليمون والكيوي. تمام تمام، هنخش نعمل التوميه على السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. اسهل حاجه في الدنيا، علبه زبادي ماشي الكلام، وعصره ليمون حلوه، مضرب، وابدا اضرب الاول الزبادي بالليمون. مع الزبادي والليمون هنزل عندي بفص ثوم، يبقى معلقه ثوم حلوه مش فص عشان دي توميه. حلو الكلام، وراح بقلبهم مع بعض، وانزل عليهم بثلاث اربع معالق من المايونيز الدايت او اللايت او العادي. بس كده خلاص. طب ممكن نديها ايه تاني؟ سنه ملح بسيطه كمان، وشايف ان مش محتاجه مني ولا فلفل ابيض ولا محتاجه مني فلفل اسود ولا محتاجه مني كمون ولا بابريكا ولا اي سنه الملح، عصره الليمون، الثوم، الزبادي، المايونيز. شكرا. سهله. في طريقه ثانيه، في طرق كتير جدا. طريقه ايه اللي قدامنا ممكن نعملها؟ في بالبطاطس وفي بالابيض بيض وفي مش عارف بايه. انا بحاول اعمل حاجه تكون على السريع وبسيطه. شايف المنظر؟ صوص توميه بسيط كمان ما فيهوش تفاصيل. طيب هجيب عندي العيش، عيش التورتيلا، عايز ادخله الفرن مش هحط توميه. لو هدخل ده الفرن تاني ياخد لون، مش هحط توميه عشان مش عايز ادخل التوميه دي الفرن. دي حاجه ممكن بعض الناس تقع فيها. حطينا خس، حطينا طماطم، حطينا بصل، حطينا توميه، حطينا مايونيز، حطينا كاتشب، حطينا اي صوص في الساندوتش، ما ينفعش ناخد الساندوتش ونحطه في الفرن. ليه يا شيف؟ ليه؟ عشان الصوصات دي مش بتاعت نار، الخس ما ينفعش يخش في النار. هتقول لي انت ليه بتجيب المعالق، يعني ليه المصطلحات دي؟ عشان احنا ساعات ساندوتش البرجر بنسخنه زي ما هو كامل حلو، بس لما اسخن جواه الخس والمايونيز اللي جواه او الكاتشب مش هيبقى حلو ومش صحي. انا بس واضح يعني؟ الحاجات دي تخش الفرن، ايوه يا فندم، الحاجات دي مايونيز والصوصات دي عامه مش صح ادخلها الفرن مع كمان حاجات مطبوخه ومع كمان خضروات. فالافضل ان انا اكون بظبط اموري وبظبط حاجتي اول باول. لو انا همشيها على طول احط عادي جدا، يعني وانا هغرف على طول دلوقتي واكل مش عايز اخش الفرن العيش ده ياخد لون مني او حاجه، امشيها على طول. طيب نعم ايه؟ طيب ماشي. طيب هتعمل ايه يا شيف؟ والله بكميات المعقوله كده، مثلا مش بكميه كبيره. شايف؟ ركز معايا، بقفل كده وبقفل كده وبقفل كده وباجي اروح اعمل كده. شوف بعمل صوابع ازاي، بس ده اشترط عليا ايه؟ اللقمه تكون صبحه. اللقمه دي لو مش صبحه او شايفه الهواء
او يعني تكييف او مروحه هتنشف مني. انا بس بحب اوضح الامور دي. طيب كده تاني، مش بزود كتير، خليني الكميه تكون بالمعيار كده بالبركه. اي نعم، على قد كفه ايدينا. بعمل كده اهو، بقفل كده بالراحه كده، وراح لافف وعامل كده، واجي هنا على دي وراح عاملها جنب اختها كده اهو. العيش لو مش صابح هيضايقني جدا في اللفه بتاعه. طب انت ما حطيتش توميه دلوقتي يا شيف خالص، هتعمل ايه؟ اقول لك احطها عندي في الاواخر عادي جدا، مش شرط احطها جوه الساندوتش. انا هعمل الساندوتش عادي جدا، واخد اللسعه بتاعتي في الفرن واظبط اموري واغرف، واخلي التوميه سايد اور يعني بره الطبق، مش شرط يكون جوه الطبق. معاكم شايفين خلاص، حتى كمان ما شاء الله في فاضل كمان بيقدر نزود. خليني اقول يعني، انا عارف ان ساعات الناس هتستغربني لو هتكلم في الحاجات دي، بس هي الشغلانه كده. ربع كيلو الفراخ مع حبه الخضار عملوا ايه؟ ايه النتيجه؟ بسم الله ما شاء الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لقم، 9 سندوتشات بربع كيلو فراخ والربع كيلو خضار. ما اعتقدش احنا هنقدر نشتري ده بنفس التكلفه دي او بنفس النظافه والحلاوه اللي حضرتك هتعملها في البيت. ده المقصود اللي انا عايز اقوله بصراحه، يعني مش اي حاجه لازم تكون غاليه عشان تبقى طعمها حلو، ومش لازم تكون كتير عشان تبقى جامده، لا عادي، احنا بمزاجنا وبحرفتنا وبنظافتنا وباسلوبنا في البيت هنعمل اكل احلى 100 مره من علاء ومن اي حد تاني. ده المقصود اللي انا عايز اقوله. طيب لحد كده احنا زي الفل، اقول لك تمام التمام. طب وبعدين؟ عايز اخد لون حلو. طب اللون الحلو ده هيجي ازاي؟ والله فرشه لطيفه. ابص بصه كده على الفرن بس عشان ايه؟ تمام، خليني ارفع كده فوق، اخد سلمندر، هاخد لون الجبنه واطلع الفراخ خلصون. حالا جاي لك. ادي الفراخ المشويه خلصونه، وهرجع تاني باي فرشه فيها سن الدهن كده بسيطه، زبده، سمنه، زيت، اي حاجه بسيط اكمل تسويه العيش من الاخر، يعني يخش الفرن ياخد لون كمان بسيط كده ويبقى محمر لطيف. وبعد كده اي حاجه بقى عايز اعملها بعد كده سهله جدا، الصوص هيبقى بره، عايز احط اي حاجه تمام. بسم الله، سيبها شويه ونبص على دي كمان على النار، سيب دي تاخد وقتها. طيب كده احنا تمام التمام. تعال نغرف بالمره التوميه دي عشان نخليها في طبق على جنب عشان نبقى جاهزين على طول على الغرف. كمان هتلاقوا التوميه دي خفيفه، الزبادي برضو بيفرق جدا فيها. في ناس تحب تحط فيها زبادي، خليها زي ما هي حاميه شويه، والحمو اللي فيها ده مش حمو وحش ولا حاجه، ولكن بيبقى ناتج عن كتر الثوم او الخل او الحاجات دي، فده برضو مش بيبقى لطيف قوي. خلينا ناكل حاجه تبقى مستعملين بطعمها كده، يبقى الموضوع في اللطافه، ما بقاش فاهمين قصدي. سيبها على طول بره دي. طيب الخضار بتاع الفراخ المشويه،
ايه بقى الخضار اللي عندك؟ والله عندي خضار لطيف جدا، عندي كوسه، جزر، عندي كمان مشروم، كل الحاجات دي كلها اقدر امشيها سوتيه لطيف يطلع مع الطبق الحلو ده، الفراخ المشويه اللي حضراتكم شايفينها دي. بصوا بصه كده، بص كده منظر الفراخ عامله ازاي يا استاذي، شوف الالوان راحت لفين، شوف لسعه الفراخ عامله ازاي، تسويه عامله ازاي، باينه. طيب الخضار ده ني ولا مستوي يا شيف؟ اقول لك مسلوق. طب المشروم ينزل معاهم؟ اقول لك لا، خلي المشروم لوحده. وهاجي عندي على طاسه، الطاسه دي سخنه شويه، نديها سنه زيت زيتون، بسم الله كده، هنعمل حركة أحلى وأحلى. هدي الطاسة وسيب الزيت بس، يعني ما خلوش يروح مني. هعمل كده، بسم الله، خدت بال حضرتك يا فندم، على الطاسة على الهادي كده، هديها ريحة حلوة، فص ثوم لطيف، سنة فلفل أسود، تاتش ملح بسيط، شوف الكلام، هنزل عليهم بالمشروم يبدا يتلسع كمان دلوقتي. ممكن اعمل حركه حلوه في المشروم لو عايز، هعمل كده افضل. سيبه عندي ياخد الكيس بتاعه، وهجيب عندي سنة الزيت تانية اللي رفعتها تنزل دلوقتي، شكرا. هرجع تاني على النار، يبقى انا كده ما حرقتش الحاجة بتاعتي، حطيت زي ما انا عايز، اخد اللون اللي انا عايز، شايف المنظر؟ شايف الملامح؟ ده طبق لطيف، هحضر على طول الغرف عشان ما اسخنش تاني الفراخ ولا اخش في حالة اللي ايه؟ حاجة تضرب مني، اوسع على نفسي ويلا بينا نغرف الطبق كامل بالمرة. ماشي الكلام. تمام، هنجيب عندنا بس الاول نشيل الحركات دي، معلش ياه. حاضر، خضار يطلع، طبق لطيف، وابدا اغرف الخضار بتاعي بقى بالشكل اللي انا عايز اعمله. بلاش حد يعمل الحاجات اللي بعملها دي بالايد عشان تبقى سخنه شويه، فانا هجرنش بس الطبق بتاعي بمنتهى البساطه كده، بطاطس مع الجزر مع الكوسه. حاضر حاضر والله، حالا اخر حاجه. بص هعمل يا فندم، هعمل كده هوري التسويه عامله ازاي، شايف المنظر؟ بعدين هروح اعمل كده، جاي اعمل كده، وجاي اعمل كده، جاي اعمل كده، اكبر الطبق بتاعي واظبط اموري بحيث ان برضو ما ارميش اي حاجه، يبقى الامور واضحه زي ما حضراتكم شايفينها في منتهى البساطه. ده اخر طبق، هطلع فاصل جدا، بعد الفاصل يكون ان شاء الله اللازانيا خلصت ثم الوصفه. اتفضل.
يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. انا ما اعتقد امورنا خلصانه، البايركس خلصانه، ولا ما فيهوش حاجه. انا بس بحاول اعمل حاجات تكون خفيفه وبسيطه كده، نسهل شويه النمط اليومي من الطبخ الكتير لحضراتكم، فبسيطه يعني اي حد ممكن يقدر يعملها في منتهى البساطه. الناحيه الثانيه الشاورما زي ما حضراتكم شايفين، بص المنظر عامل ازاي، بص اللقمه، فاكرين الفرشه اللي حطيناها؟ اجي اقسم كده، شوف اللقمه عامله ازاي من جوه، طريه، بص عامله ازاي اللقمه، طريه ذات نفسها، الحاجه مستويه مظبوطه، الخضار مش مهري، الفراخ مستويه والحته حلوه. ده الحاجات دي اساسيات يعني في الشغلانه، مهمه جدا ناخد بالنا منها شويه. طبعا يطلع معاه بطاطس، يطلع معاه زي ما هو كده براحتنا، ان احنا نمشي حسب ذوقنا. بس خلاص طبق بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه خالص، يعني حضرتك لو عملتيه في البيت اكيد انا واثق هيبقى احسن مني ان شاء الله. وفي افكار اكيد تقدر تطلعي منها نفس الفكره دي، نزود عليها حاجات كتير جدا. عندنا ضيوف في اوقات كتير جدا، يعني حضرتك بيبقى مثلا عندك يوم اجازه، عندك اولادك جايبين اولاد صحابهم تانيين، محتاره تعملي ايه، مش شرط تبقى كله فراخ ومكرونه، هتقدري تريحي نفسك تبعتي تجيبي عيش روتيلا زي كده، نص كيلو فراخ، تعمليهم شاورما وتقفي عليهم على طول، تقفليهم بالشكل اللي حضرتكم شفتوه ده ودخلوا الفرن 5 دقايق يطلع معاكي بالشكل ده، معاكي نص كيلو بطاطس محمره حلوه، وجبه لطيفه نقيس ده على اي حاجه نفسنا فيها والهنا والشفا، يطلع على طول لحضراتكم على المائده. وبالمره كمان اللي زي طبعا معلومه مهمه جدا، لو جينا قطعنا دلوقتي مكرونه بشاميل، لازانيا، كالوني، اي نوع من انواع المكرونات قطعناها دلوقتي مش ماسكه نفسها، فبالتالي لازم نسيبها شويه تمسك حقها وتعمل ده. حتى لو بطاطس بوريه، حتى لو بطاطس بوريه تبرد شويه وتبقى الامور تمام التمام. نطلع بيها على طول على المائده. فاضل عندنا كوبايه عصير لطيفه جدا وسهله خالص، جو حر اليوم دول عايزين عصاير حلوه كده ولطيفه. طب هتعمل ايه بقى؟ انا عندي 5 كيلوات كيوي، ليمون فريش، نعناع فريش، تلج، عسل نحل حسب الرغبه، وعندي كمان الاسانس بتاع الليمون بالنعناع بيتباع في ازاز كتير جدا، تحس ان هو بتاع الشربات كده، باخد منه حبه، لو لون الليمون او لون الكيوي فاتح ممكن تدي لون منه، مش عايزه براحتك خالص، وتلج ده مهم جدا. طيب نجيب عندنا الخلاط، بسم الله. وش ولا يهزك. هنجيب عندنا الاول التلج كده، بسم الله، والميه بتاعته ميه ساقعه كده تفرق كتير جدا في اي عصير، اي عصير كمان حبه ميه ساقعين. تمام تمام. وبعدين النعناع ينزل مع التلج نص الكمية، وعليهم لو احط عسل او سكر بالمرة دلوقتي عشان يتضرب كويس. ماشي الكلام؟ كلام جميل. وهبدا اروح قافل، بسم الله الرحمن الرحيم. We'll be right back.
اسف جدا على الازعاج. ممكن اصفي لو حبيت، ممكن امشي على طول لو حبيت برضه. بص انا نازل من التصفيه، ممكن كده وممكن كده، حتى بس تعالى نوضح كل حاجه عشان لو عبينا نعمل مثلا وهو متصفي. بص منظره عامل ازاي هو متصفي. طب لو هو مش متصفي وضح كل حاجه. تقيل شويه لو حد بيحبه تمام برضو، ده موجود وده موجود. يلا ماشي متخافش، ربنا بيسترها دايما. كنت هشربهم على فكرة، هو أصلا غالبا والله ما في تاني. بص آخر حاجة، الحمد لله ستر ربنا دايما كرمنا والله العظيم، والله الستر هو اللي كرمنا ربنا. يعني ورقة على الآخر في أي حاجة كده على وش تعبر إن النعناع موجود وبالهنا والشفا. كوباية عصير محترمة يعني تستاهل بق حضرتك، مفيهاش أي افتكاسة، عادي يعني ليمون يعني إيه اللي عملناه. بس خلاص الحلقة خلصت. كان معانا النهارده اربع اطباق اسهم بعد، كان معانا بايركس بطاطس مهروسه محشي لحم مفرومه، طبق لطيف جدا اللي حابب يعمل دايت ياكل فراخ مشويه بتسلق حلو مع خضار سوتيه، وعندي كمان سندوتش شاورما لطيف جدا مع توميه مع عصير الليمون. يعني بالهنا والشفا، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في نفس الميعاد، والسلام عليكم.